مدينة بنغازي من بعد قضائها على الجماعات الإرهابية بفضل أبناء قوات الجيش الوطني الليبي وقيادته المشير خليفة حفتر، وسعياً للبدء في الإنماء الاقتصادي والاستعداد للبدء في النهوض بكافة قطاعات المدينة، زار وفد من الولايات المتحدة الأمريكية مدينة بنغازي، حيث التقى مع عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار في مقر البلدية، وتحدثوا عن أهم المشاريع المستقبلية بين البلدين، وخصوصا بعد تحرير المدينة بالكامل من براثن الإرهاب، مرحبا العبار برجال الأعمال للاطلاع على وضع المدينة والمشاركة في إجراء مشاركة في مشاريع مع رجال أعمال مدينة بنغازي. وغرض الزيارة هو الآن بعد ما ظهر أن في نوع من الاستقرار الأمني موجود، المرحلة القادمة بالنسبة لبنغازي أن يلتف حوالينها العالم بحيث يعيد الاستقرار ويعيد الازدهار الاقتصادي اللي هي بنغازي كانت عايشتها فترة طويلة. فالآن احنا نشجع الأمريكان ان هم ينظروا الى ليبيا بالذات بنغازي وبرقة بطريقة مختلفة تماما على ما كانوا هم ينظرون، دائما كانوا ينظروا الى بنغازي وبرقة على اساس ان هي بمفهوم خاطئ مكان للإرهاب ومكان لا يلمس بسبب القلق والاضطراب اللي هو موجود فيه سواء كان أمنياً أو اقتصادياً. فإحنا نبغى الأمريكان يرجعوا، لأن الدنيا مصالح، الدول مصالح، ولما تجد أمريكا أن مصلحتها أن هي تتعاون وتتفاعل مع الواقع الجديد في مدينة بنغازي، فسيكون لنا تأثير أقوى وتغيير لسياستها الخارجية اللي هي كانت في الفترات اللي فاتت، السنوات اللي فاتت كانت سلبية باتجاه ما يحدث في المنطقة الشرقية. فإحنا نأمل بالزيارة بتاعتنا هذه ومعانا مجموعة صغيرة من الأمريكان اللي هم الأعضاء في المجلس الوطني الأمريكي، نأمل بأن احنا ننقل رسالة واضحة بأن في نوع من الأمن وفي نوع من الاستقرار اللي هو يشجع رجال الأعمال ويشجع تغيير المفاهيم الأمريكية تجاه المدينة بتاعت بنغازي. Some prominent journalists intend to spread to a larger media delegation and intend to spread to the businessmen. The sooner the better. بيعتقد بأن في ضرورة مستعجلة للتحرك في موضوع إعادة الثقة في مدينة بنغازي، يعني على أساس أن هي ما تكونش عبارة عن مشروع طويل المدى ولكن مشروع سريع فوري، لأن كل شيء يأخذ وقته. صحيح. وحتى إذا كان في استعداد لمؤسسات تأتي مثل هذه الزيارات من الوفود الخارجية والدولية كأكبر دليل ورسالة واضحة على أن المدينة قضت على الإرهاب تماماً وتستعد لكي تستعيد الازدهار الاقتصادي والاستقرار التجاري بها التي لطالما عرفت به. حمزة الغويل لقناة ليبيا الحدث.